أهلا بكم. أرمي النرد لنرى في أي قاعة روليت سيسقط، ولا تقلق لن تكون الأرض مصيره، فقاعات القمار تملأ أفخر الفنادق، لكن إياك أن تراقبها أو تداهمها أو تتخذ أي إجراء أمني أو قانوني بحقها، فالمواجهة المسلحة المباشرة هي أول رد فعل قد تراه القوات، والواقعة ذاتها باختلاف الأماكن تحصل عند رفع التجاوزات من أراضي الدولة. حملات تبدأ بالشفلات ولا تنتهي عند المناوشات، فهل ستحل المدن الجديدة الأزمة، أم أن ارتفاع الأسعار والأرباح سيتكفلان باستشراء المشاكل وتهديد الأمن المجتمعي في الحالتين؟ أهلا بكم. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوفي في الاستوديو، الخبير الأمني الأستاذ مخلد حازم، أهلا ومرحبا بجنابك، والخبير القانوني الأستاذ فيصل ريكان، مرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا أستاذ مخلد. أبدأ مع جنابك، يعني صالات الروليت والقمار المنتشرة في العاصمة بغداد، هذا يعتبر خطر يهدد المجتمع بشكل كبير، وحتى عندما جاء قرار المداهمة لأكثر من مرة لبعض أماكن القمار والروليت، تواجه هذه القوات برد مباشر بأنواع الأسلحة المختلفة، كيف تصف خطورة هذا الموقف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك يا أستاذ محمد، تحية للضيف بحضرتك، تحية مشاهدين وقناة الأيام. يعني حقيقة علينا أن نتفق أولا أن هذه الحالات هي جميعها حالات طارئة على المجتمع العراقي، يعني لم نكن نسمع سابقا بوجود مثل هكذا صالات في العراق، وكان هنالك يعني عقوبات وجزاء رادع لمن يقوم على مستوى ليس بهذه الصورة التي نراها اليوم، يعني صالات قمار وروليت وبلاك جاك، ويعني مافيات متطورة، يعني وصالات متطورة في هذا المجال. الموضوع أننا خلال 20 عام، تراكمات هذه 20 عام، في فترة من الفترات كان الجهاز الأمني ضعيف بسبب انشغاله بالإرهاب، بسبب انشغاله بالقاعدة وغيرها وغيرها. هنالك مافيات استغلت هذا الموضوع وهذا الضعف، ودعمتها أيضا جهات موجودة في يعني الساحة العراقية، هذه الجهات متنفذة، قد تكون هذه الجهات لديها مسمى، وهذا المسمى يجعلها تتحرك بأريحية في الشارع العراقي، سواء بتخويل حكومي، بباج حكومي، بعجلات حكومية. فلذلك قسمت هذه الأدوار، مجموعات تدعم صالات قمار، مجموعات تدعم تجار المخدرات، مجموعات تدعم تجارة البشر، وهكذا قسمت الأدوار ما بين هذه الجهات. شنو السبب اللي يخلي هذه الجهات تدعم صالات القمار؟ يعني بالتأكيد هذه العمل، يعني هذه صالات القمار أو هذه التجارة، تجارة المخدرات، هي تجارة مربحة. الموضوع لا يتعدى كونه موضوع صراع من أجل المادة، فبالتالي الأرضية الخصبة الموجودة في العراق التي تجعل من مافيات الدول، سواء في موضوع القمار، سواء في موضوع الاتجار بالبشر أو المخدرات،
ترى أن العراق اليوم أرضية تستطيع من خلالها ترويج هذا الموضوع، وهذه المواد وهذه التجارة تحتاج إلى قوة دولارية، والقوة الدولارية موجودة على الأراضي العراقية. لذلك اليوم نرى أن السوق العراقية فيها سوق رسمي وسوق موازي، وهذا السوق الموازي لن تستطيع أي جهة لحد هذه اللحظة انزاله إلى المستوى الرسمي بسعر الدولار. لماذا؟ لأن هنالك سحب على هذا السوق، من هذا السوق سحب قوي، وهذه العملة التي تسحب تذهب بهذه المجالات. إضافة إلى ذلك، يعني حقيقة منذ حوالي أكثر من يعني سنتين بدأ الجهاز الأمني يعني يعيد نشاطه، يعيد ترتيبه، يعيد هيكليته، منذ أن استلم يعني الجهاز السيد الغانمي ومن ثم السيد عبد الأمير الشمري، بدأت تظهر لنا رؤى واستراتيجيات وعمل مختلف عما كان سابقا. بدأت عملية هيكلة الجهاز، عملية تصفية وغربلة للجهاز، لكن اليوم نتكلم عن تراكمات لمدة 20 عام. فبالتالي اليوم نسمع الكثير من تجار المخدرات لديه الإمكانية أن يواجه القوة العسكرية أو القوة الأمنية ويواجههم بالسلاح، صح. وكذلك أصحاب صالات القمار. خلينا نأخذها من الجانب القانوني. أستاذ فيصل، جدد الترحيب بحضرتك. كيف يتعامل القانون مع صالات القمار، داعمين هذه الصالات، المتاجرين بهذه الطريقة؟ وهل هناك ضعف بالقوانين نفسها أم بتطبيق القوانين في الشارع العراقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك والأستاذ مخلد ولمشاهدي قناتكم العزيزة. طبعا القمار يعني معاقب قانونا، يعني العمار القمار بكل أنواعه هو جريمة، استنادا إلى قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 الذي أفرد له مادة رقمها 389 عاقبت بالسجن لكل من يعني يتعاطى مع هذه الجريمة، كل من يرتاد له، كل من يفتح هيجي مكان له. الحقيقة المادة مفصلة بها أكثر من فقرة، وشملت كل من يعني يهيئ مكان لممارسة هذه الجريمة، لكل من يفتح محلات، لكل من يتعاطى يعني بشكل غير مباشر، يعني يتخذ من أماكن مثلا فندق أو نادي أو ملهى ليلي يحوله إلى هذه لممارسة مثل هذه الجريمة. طبعا الحقيقة القمار منذ قديم الزمان، يعني القانون سنة 69 شرع، وأيضا موجودة بهذه العقوبات. وفعلا احنا نتذكر يعني كنا صغار، كان ما كانت اكو هذه، انا أيد ما قال الأستاذ مخلد، يعني هذا الانفتاح الكبير ما كان موجود عندنا، الروليت، يعني اكو مسائل للقمار بسيطة، وكان أكل نتذكر احنا الريسز يسمونه، نعم. الريسز يعني سباق الخيل والكذا، وأحيانا إذا ماكو يلجؤون إلى المراهنات داخل ملاعب كرة القدم. نعم. اليوم الوضع تغير، يعني صارت هنالك ساحات كثيرة لمثل هذه لممارسة هذه الجريمة، بالتأكيد هي مرفوضة أمنيا. إذن أي مكان أو صالة روليت هذه مخالفة للقانون، مخالفة واضحة. بالتالي كونك خبير قانوني تشوفك محاسبة على هذا الموضوع؟ شفت في يوم أنهم غلقت مو قاعة، وإنما أغلقت القاعات كلها اللي تمارس بها، قاعات اليوم مفتوحة لحد اللحظة في أغلب وأرقى الفنادق في العاصمة. بالضبط، يعني هنا التقارير هسه الأخيرة الحقيقة تأكد أنه هنالك أكثر من مكانين ضخمة جدا يعني داخل بغداد يرتادها المقامرين، وتمارس بها يعني مسائل القمار، وهنالك قاعتين للروليت، وهذه بالتأكيد مخالفة كبيرة. السبب الحقيقة يعود إلى أنه فترات السابقة كان هنالك ضعف بالأجهزة الأمنية، مثل ما تفضل أستاذ مخلد، يعني كانت هنالك الأرض الأمنية رخوة، يعني من فترة
قصيرة قبل سنتين أو ثلاثة بدأت أجهزتنا الأمنية تأخذ دورها الفاعل في هذه مكافحة هذه الجريمة وجهاز الاستخبارات. يحتاج لها مثلا طيران حتى مثلا يسيطرون عليها وبالتالي مكانها واضح وقريب ونص العمل. الأجهزة لا المكان مو مخفي المكان معلوم ابدا. وقلت لك كان الأجهزة الأمنية كانت ارضيتها رخوة يعني القوانين موجودة لكن التنفيذ انت تحتاج الى منفذ من اجل ان يقوم بالقبض على الاشخاص الذين يقوموا بهذه الجريمة وبالتالي عرضهم على القضاء من اجل ان ينالوا العقاب العادل. من اكو حزم واكو قيادة للأجهزة الأمنية هي اللي حقيقة تخلي جهاز الأمن يعمل. يعني عندنا جهاز الأمن الوطني بدأ يعمل بشكل فاعل جدا. الاستخبارات وزارة الداخلية بدأت تعمل بشكل كبير خصوصا يعني بعد أن استلم الوزارة السيد عبد الأمير الشمري وقبله كان السيد الغاني. حقيقة الوزارة بدأت تأخذ دورها الفاعل في مكافحة الجريمة بكل أشكالها يعني سواء كانت المخدرات سواء كانت الاتجار بالبشر وحتى التسول. واليوم أكو حملات لتقودها وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني للكشف على هذه الأماكن وبالتالي متابعة مرتكبي هذه الجريمة من أجل الوصول لهم وبالتالي القضاء عليها. جيد أستاذ مخلد أحتاج جواب صريح ليش اليوم ما حد يقدر يغلق أو يقتحم هذه الأماكن؟ لأن بالتأكيد من يسيطر على هذا هذه الأماكن ومن يدعم هذه الأماكن شخصيات متنفذة. يعني علينا أن نتكلم بصراحة لن يستطيع أي مواطن عادي اليوم أن يقدم على فتح ليس صالة قمار وإنما على فتح مقهى يلعبون فيه قمار بأي وسيلة من الوسائل. اليوم هنالك جهات متنفذة ومافيات دولية تعمل على يعني انضاج هذه الفكرة داخل الأراضي العراقية. هذه المافيات لأن هذه اللعبة هي لا يمكن لأي شخص ممكن أن يأتي ويمارس هذه اللعبة. حتى المكان التي يتم اللعب فيها هؤلاء متخصصين داخلين دورات يعني خارج في دول أوروبية كيفية تدار هذا لأن هذه اللعبة فيها عملية خسارة وعملية ربح فنسبة الخسارة تكون عالية. فكيف يتم يعني اختيار الأشخاص وتدريبهم على كسب زبون ومن ثم أخذ المال من عندي؟ فبالتالي أكيد اليوم عندما نتكلم عن هذه الصالات هنالك إمكانية للجهاز الأمني بغلق هذه الصالات لكن يعني أنا متأكد أن هنالك يعني جهاز سوف يعني تصطدم مع الجهاز الأمني إذا ما ذهبت باتجاه إغلاق هذه المواد. اليوم نتكلم على يعني محلات لبيع الخمور. اليوم يعني محلات بيع الخمور منتشرة في شوارع بغداد وبدون موافقات وبدون إجازة رسمية لكن لن تستطيع أيضا الجهات الأمنية غلق هذه المحلات. اليوم هنالك عمل دؤوب لوزارة الداخلية. الحكومة تسعى حقيقة من أجل أن تجعل هنالك أرضية أمنية جاذبة للاستثمارات جاذبة للأمن والسلم المجتمعي جاذبة لكل شيء لكن تحرك الوزارة واضح بهذا المجال. المحلات بيع الخمور الكثير منها أغلقت حتى الملاهي الليلية في العاصمة بغداد لكن نسبة أكثر من 90% تم إغلاقها. لكن بعد فترة من الزمن نرى أن فترة من الزمن سواء أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة تعود هذه للعمل مرة أخرى. يعني لم نرى أن هنالك جزاء حاسم وجزاء رادع أو رادع قوي لهؤلاء الذين هم يعملون بدون موافقات في جميع دول العالم. هذه المحلات موجودة هذه الصالات موجودة لكن بموافقات رسمية. إحنا القانون العراقي يمنع وجود هذه الصالات صالات القمار وبهذه يعني في دول أوروبا يعني أتذكر كانوا يضعون هذه الصالات في منطقة تسمى المنطقة المحرمة بين دولتين لأجل أن لا تحسب على دولة يعني في منطقة يعني ما بين الفضاء ما بين هذه الدولة وهذه الدولة لكي لا تحسب على هذه الدولة. مخلد منو أبرز رواد هذه الصالات يعني الروليت والقمار؟ يعني المواطن العادي لن يستطيع بها. أكيد هؤلاء من الذين هم سرقوا أموال الشعب، هؤلاء الذين سرقوا المال العام، هؤلاء الذين لديهم العقود والإمكانيات القوية، فبالتالي أموال كثيرة
في بعض الأحيان يعني يحاول أن يسلي نفسه فيذهب إلى هذه الصالات، ومن ثم يتم يعني جره إلى هذا المكان، وبالتالي يعتبر هذا المكان شبه النيكوتين السيجارة، يعني هو هذا الموضوع شبه النيكوتين السيجارة، فبالتالي يعني يصبح الموضوع مدمن على هذا العمل سواء هنا أو في غير أماكن. هنالك أشخاص يعني يسافرون إلى أماكن أخرى، بيروت أو غير، نعم، يعني يذهبون لغرض ممارسة هذا العمل لكي لا يتم يعني كشفهم في العراق. لكن حقيقة نحن مع الجهاز الأمني، وكوننا أحد أبناء هذا الجهاز يعني في بعض الأحيان نتألم، لأن هنالك جهات حقيقة تحاول أن يعني لا تعطي الجهاز الأمني هيبته، نعم، تحاول كسره في الشارع، تحاول الصدام معه. يعني اليوم أنا متأكد السيد عبد الأمير الشمري قادر على القيام بحملة لردع كل هؤلاء، لكن أكيد سوف يكون أمامه خيارين، أما أن يستقيل من الوزارة أو يعني يستمر بالوزارة لكن مع بعض المحددات له. هذا الجميع نعرفه يعني لهذه الدرجة، نعم، قوة الجهة، نعم، التي تدعم مافيات هذا الموضوع، مافيات قد تضاهي قوتها قوة الدولة، ليس فقط بالعراق، في جميع دول العالم، في جميع دول العالم هؤلاء مافيات متخصصة، يعني الموجودين في الشرق الأوسط هذه أذرع للمافيات الرئيسية، نعم، هذه أذرع يعني وكالة موجودة رئيسية لأي براند أو لأي يعني علامة تجارية موجودة الرئيسية في أوروبا أو في أمريكا أو في أي مكان، وتعطى وكالات فرعية، هذه اللي موجودة في العراق أو موجودة في بيروت أو موجودة في، هذه وكالات فرعية، لكن هذه الوكالات الفرعية تدار من الرئيسية، وهنالك خط وشبكة مافيات تديرها، فبالتالي الموضوع ليس بالسهولة التي نتصورها. نحتاج إلى يعني عمل وسنوات ووقت وزمن ويعني قناعة لدى الجميع، يعني تنضج بأننا اليوم يجب أن نتعدى هذه المرحلة وأن لا يقف أي شخص في وجه القانون. جيد. أستاذ فيصل، أكو معلومات تقول أنه أكو بعض السياسيين والمسؤولين الكبار في الدولة بمراكز مرموقة يرتادون أماكن القمار والرولية، زين، بالتالي أنت هذا المكان وفق القانون يعاقبك بالحبس أو بعدة عقوبات، هذا شنو؟ هذا أيضا هم محمي من يروح يرتاد هذه الأماكن لو شنو؟ لا، هو شوف أستاذ محمد، إحنا إذا نتحدث عن القانون، القانون مثل ما قلت لحضرتك قانون العقوبات العراقي أفرد مادة خاصة لهذا الموضوع، مادة 389، بالإضافة إلى أنه هنالك قرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل، أحد هذه القرارات رقمها 203 صدر سنة 2001. هذا القرار الحقيقة صعب جدا، يعني من يعاقب بقرار محكمة قطعي ويثبت عليه أنه تعامل بهذا الموضوع، حتى شهادته ما تقبل بالمحاكم، وترى هذه المسألة مو سهلة، يعني من شخص يروح للمحكمة يريد يدلي بشهادته عن جريمة، نعم، أو مسألة معينة ويقول للقاضي اطلع برا شهادتك مو مقبولة، بالتأكيد هذه فد سبة عجيبة، شون ما يتقبلها الإنسان. هذا قرار. القرار الآخر صدر سنة 2003 رقم 27، نعم، هذا القرار ذكر قرار المجلس قيادة الثورة المنحل طبعا، نعم، ذكر وظائف مهمة جدا بالدولة إن ثبت تعاطيها هذه الجريمة أو ممارستها هذه العادة واللعب بالقمار وثبت عليهم جرم، يفصلون من الوظيفة، سواء كان ضباط بالدولة كبار، مسؤولين كبار، ضباط مخابرات، كثير من التصنيفات المهمة جدا بالدولة العراقية، يفصل من الوظيفة ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليه بالقانون. شنو فائدة وجود القانون دون تطبيقه؟ احنا شنو اقول لك شغلة، يعني احنا محتاجين وسائل الإعلام المخلصة النظيفة مثل قناتكم مثل القنوات الأخرى تسلط الضوء على هذه المسألة. الحقيقة لحد الآن ما مسلط عليها الضوء، يعني الآن هسه بدأ يتسلط عليها الضوء، من يتسلط عليها الضوء وتبدي وسائل الإعلام تنشر مقاطع لمسؤولين أو شخصيات معينة بدأت ترتاد هذه الأماكن،
بالتأكيد هذه الشخصيات قيمتهم تسقط أمام المواطن، هذا أولا. ثانيا تبدأ الدولة تأخذ يعني تأخذ حذرها من هذا الموضوع، ويبدأ الإعلام يعطي أهمية لهذه المسألة بما يتناسب مع خطورتها، وبالتالي الأجهزة الأمنية سوف تكون مسؤولة عن متابعة من يمارسون هذه الجريمة بكل شكل بأي أشكال. أريد أسألك بدون الصفة وبدون الخبير القانوني، اليوم كمواطن كفيصل ريكان، شلون نشوف خطورة انتشار هذه الصالات في بغداد والعراق وإحنا مجتمع تعرف عشائري ديني؟ نعم، إحنا أريد نحسبها بعيد عن القانون. أولا هذه الجريمة دينيا طبعا ما مقبولة، مرفوضة تماما، يعني الشرع الإسلام رافضها. نعم. هذا أولا. اجتماعيا مرفوضة، أمنيا مرفوضة، بكل المسائل الأخرى ما مقبولة يعني. وبعدين احنا نعرف، يعني أنا شخصيا أعرف ناس وصلوا إلى حالات أنه باعوا كل أملاكهم، بعدين بدوا يعني بدوا يتركون عوائلهم، بدوا عوائلهم ثابت حقيقة يعني بسبب ممارسة هذه المسائل القذرة جدا يعني. يعني أكو شخصيات كان يمتلك كثير من الأموال، بعدين قاعد على الحديدة بسبب ممارسة هذه العادات هذه العادات السيئة، وبالتالي محسوبة جريمة يعني كل أحوال جريمة. بس حتى المعلومات تقول أكو بعض النساء يرتادن هذا. طبعا أكيد طامرة. لا بدت وسائل الإعلام تسلط الضوء على عدد كبير من النساء، بدت يعني حقيقة يعملن بهذه الجريمة، يمارسنها بشكل طبيعي سواء كان داخل العراق أو خارج العراق. وأيضا يعني أكو إحصائيات عند الأجهزة الأمنية عن الشخصيات اللي ترداد هذه الأماكن. أعتقد أنه تسليط الضوء عليها خصوصا من الإعلام الهادف راح يقلل أولا من ممارسته، اثنين يبعد الشخصيات التي يعني اللي خلينا نقول عليها اللي تستحي على نفسها، اللي تحسب حساب لموقعهم الاجتماعي، يحسب حساب أنه قد تجي حكاية من ارتياد مثل هذه الأماكن، وبالتالي نحاول أولا نقلل ممارسته وبالتالي القضاء عليها إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ مخلد، الفلوس اللي تجي من هذه الصالات يعني تسوها على قالتنا تخلي هذه الجهات هي تدافع بهذه القوة وتتصدى لقوات أمنية وغيرها، شنو برأيك؟ يعني قصدك المردود المادي لصاحب صاحب الصالة؟ يعني في كثير من دول العالم، هناك نظام متبع في هذا الموضوع. زين. يعني هو عملية استدراج. في أول مرة يعني أنا قارئ عن هذا الموضوع، وحقيقة عندي رؤية نظرية وعملية في هذا الموضوع. بس لا ممارسة. لا. هالعملية. العملية أنه أنا فعلًا يعني كنت في فترة من فترات في أوروبا. زين. فرحت هاي الأماكن وأشوف شخصيات الناس اللي تيجي لهذا الأماكن، شنو وضعها، شنو إمكانياتهم. عبارة عن منطقة مغلقة هي طبعًا محمية بالكامل، كأنما أنت طاب في مكان يعني جهاز أمني. نعم. مراقبة بالكاميرات، تعطى لك في أول الأمر تعطى لك تسهيلات. زين. تسهيلات كأن يكون أنت أول ما تلعب، طبعا الكاميرات موجهة عليك منذ دخولك إلى خروجك، والشخصيات اللي تدخل لأول مرة هنالك رمز يعطى لهم، رمز أنه هذا دخل لي أول مرة. نعم. فتبدي عملية الاستدراج، ومسموح لأي شخص يدخل. من تدخل في هذا المكان أنت تأكل مجانا ما يطيب لك، تشرب مجانا ما يطيب لك، تطلب ما يطيب لك داخل هذا المكان. مسموح لأي شخص يدخل هذا المكان؟ لأي شخص مسموح. زين. لأي شخص. فتدخل أنت، يستدرجوك لهذا المكان، تبدأ بعملية ممارسة هذه اللعبة. في أول يعني ممارسة هذه اللعبة هم يتعمدوا يعني أن يجعلوك تكسب شو اسمه، وبما مبالغ يعني بسيطة،
فيصبح لك لديك الرغبة يعني عملية الإصلاح مدمن يعني. بالضبط التجارة اصبح لديك الرغبة أنت اليوم خرجت ثاني يوم تأتي ثالث يوم تأتي. هذه الصالات هنالك مرتادين كبار لهم يبعثوا لهم تكت طائرة يعني مثلا هو في لاس فيغاس أو في أي مكانات اللي هي يبعثوا لهم تكت طائرة وحجز فندق وسيارة في المطار وإمكانيات ضخمة بمجرد هؤلاء يعني في أوقات معينة يعني يجمعوا جميع هؤلاء فبالتالي المردود المادي ماكو خسارة في هذا المكان يعني خسارة للنادي خسارة فقط للشخص هنالك يعني عملية برمجة لهذه الآلات وهذه الروليات كلها مبرمجة زين الربح والخسارة بهذه الصالات أنا سامع أنه لا بالنسبة للمرتادين للمرتادين كلها خسارة زين آلاف الدولارات هذه شون آلاف تحكي عن مئات ألوف تصل إلى الملايين الدولارات زين هذه كاش تحويل بأي طريقة يعني نظام النظام حسب يعني أنا ما رأيت بعين النظام أنه أنت تأتي بكاش زين أو بكريدت فهنالك يعني انفورميشنز اعلامات في كل مكان تروح انت تعطي الكاش يعطيك شتونه يسموها الشتونات اللي هي القطع الصغيره أيه. كل قطعه بسعر عمله كل قطعه بسعر عمله ومن ثم انت تذهب يعني تدخل الى النادي وتبدا بممارسه اللعب انت جايب 10000 دولار يعطوك هذه القطع ما قيمه 10000 دولار تربح تاخذ هذه الشتونات يسموها وترجع بها الى الاستعلامات يحولوها لك كاش خسرت خلص بعد انت طلعت لكن لم اسمع ولم ارى ان هنالك اشخاص استمروا في عمليه الربح ممكن يربح مره مرتين يعمل استدراج لكن بعدها سوف يتم القضاء عليه لانه يصبح مدمن وبالتالي يبدا بال يعني تداين يبدا ببيع ما لديه فعمليه الربح بالنسبه لهذه صارت عمليه ربح 100% غسيل اموال يعني 100% غسيل اموال أيضاً. لكن المرتادين اكيد يعني يعني الخساره متوقعه بنسبه 99% اي لكن موضوع التحويل الاموال اذا كانت كاش اليوم انت تدري يجوز بالعراق يلعبون مثلا من خارج العراق هذه الاموال شلون تحول الى خارج العراق طبعا عندهم هاي الامكانيات اولا يعني اذا انت كان عندك مثلا يورو زين وتاتي في مكان فيها دولار يصرفوا لك اليورو بالدولار بأحسن سعر يعني فوق السعر الرسمي أيه. هذا كله عمليات استدراج وكذلك اليوم أنت يعني ربحت من هذا الشسمه أكو يعني هو هذه الصالات اللي بيها موافقات يعني في أوروبا وهذا يعطوك وصل ضمان أو فد شيء يعني من حقك أنه أنت تروح تحول في أي بنك الطب تحول فلوسك مع هذا الوصل أنه أنت رابح هذا المال في هذا الكازينو واحنا اكو عندنا العفو احنا هنا العفو يعني عمليه تحويل الاموال خارج العراق اكو اماكن يعني أو اماكن تغطيه تغطي عمليات يعني اليوم فندق اليوم مو بس فندق اليوم مثلا اليوم اذا اربح لي مثلا مليون دولار شلون اقدر اخذ خارج هم يتعهدوا لك هم يتعهدوا لك بان انت وين تريدها في دبي في تركيا في بيروت انت تروح هناك تستلم يعني هذه تسهيلات لكن لن يستطيع احد ان يربح لن يستطيع احد ان يربح هذا الموضوع لذلك انا اقول الموضوع في العراق هو موضوع مبتدئ لكن على القوات الامنيه حقيقه ان تزرع مصادرها وخصوصا في هذه الفنادق الموجوده وان تقوم بحملات لان هذه الحملات اكيد سيكون المردود الايجابي الى وزاره الداخليه إلى الحكومة لكن أنا متأكد من يسيطر على هذه الصالات هم جهات متنفذة ومافيات وخطوط وشبكات هذه المافيات ممتدة ما بين الداخل والخارج الخبير الأمني الأستاذ مخلد حازم أشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات والخبير القانوني الأستاذ فيصل ريكان شكرا جزيلا لكم شكرا. إذن مشاهدينا ملفنا الثاني راح يكون عن حملات إزالة التجاوزات في المحافظات العراقية والأرقام الكبيرة لساكني العشوائيات وإمكانية احتوائهم عبر مشاريع السكن الجديدة نفتتح هذا الملف معكم بإنفوغراف
إذن محور الحديث في ملفنا الثاني راح يكون مع المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان المهندس نبيل الصفار. مرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا. والخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي. مرحبا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك دكتور صفوان. عشوائيات حملات لإزالة التجاوزات، قلة الوحدات السكنية، شنو اليوم إذا أريد نلخص أبرز الأسباب اللي تدفع المواطن العراقي أنه يلجأ وبمقابل هم الأسعار بدأت تصعد بالتجاوزات والأراضي الزراعية وأي أرض يعني تجاوز غير الطاب؟ طبعا من الواضح أن يعني سوء توزيع الدخل بين أبناء الشعب العراقي ساهم في ظهور طبقة من طبقات المجتمع لا تمتلك القدرة لا على الإيجار ولا على امتلاك وحدة سكنية. طبعا هذا ليس مبرر، لأن هناك من ادعى أنه لا يملك وحدة سكنية أو لا يستطيع تأجير وحدة سكنية ودخل ضمن هذا السوق، سوق العشوائيات. عملية تنظيم العلاقة بين أفراد المجتمع ومصادر الدخل تؤدي في النهاية إلى أن نحتوي هؤلاء الكتلة البشرية، يعني أكثر من 4 ملايين إنسان يسكن في دور غير منظمة. لاحظت أن حكومة السودان اهتمت بهذا الملف من حيث الاستثمار في إنشاء مجمعات سكنية وتخصيص جزء منها لصالح الفقراء وذوي الدخل المحدود، وكذلك لاحظت أهل التجاوزات كلهم راح يقول لك أنا فقراء وأكو نسبة مو قليلة بهذه المناطق عندهم بيوت يأجروها ويروحون يقعدون. طبعا هذا يفترض أن يكون لدينا قاعدة بيانات من خلال وزارة العمل، من هم المشمولين بالرعاية الاجتماعية، ما هي فرص عملهم، يعني هل هم منقطعين عن قدرة على العمل، يعني كلمة فقير أو محدود الدخل أو معدوم الدخل تحتاج إلى أدلة إثبات أكثر من جهة. لاحظت أن الجهد الخدمي في هذه المرحلة بدأ يقدم خدمات في مناطق كانت شبه معدومة وهي في متناول يد العديد من طبقات المجتمع بما فيها الذين الآن يسكنون العشوائيات. فلو وجدنا يعني مبادرة لرعاية ذوي الدخل المعدوم بنقلهم إلى هذه التجمعات الجديدة من خلال الاستئجار على نفقة وزارة العمل أو من خلال الاستئجار على نفقة وزارة المالية، ريثما يستطيعون القيام بالعمل وبالتالي دفع الإيجار من قبلهم. الحكومة مهتمة بهذا الجانب لأن العشوائيات لا تعني فقط السكن العشوائي، تعني الحياة غير النظامية، أن هي عبارة عن سوق للمخدرات ولي. برأيك دكتور اليوم إذا الحكومة قررت أنه تنطي قطعة أرض لكل من يسكن بهذه العشوائيات مجانية، راح يقبلون يتركون هذه المناطق ويروحون هاي قطعة الأرض ويروح يبنيها؟ لو هم يقول أنا ما عندي أبنيها وأريد تعال ابني لي. لا، هو الحكومة ماضية بهذا الاتجاه، يعني تخصيص نسبة أعتقد 20-25% من مجمع علي الوردي لصالح رعاية الطبقات معدومة الدخل، طبعا بمقابل أدلة إثبات. كذلك لاحظت محافظ كربلاء يقوم شخصيا بعملية متابعة من هو الذي يسكن في العشوائيات. نحتاج إلى تحليل هؤلاء، يعني ليس فقط العشوائية هي عبارة عن تجاوز على أملاك الدولة. القانون لا يسمح طبعا بالتجاوز على أملاك الدولة، يفترض أن تسترد هذه أملاك، وفي قلب العاصمة بغداد هناك تجاوزات على أملاك الدولة. فنحتاج إلى يعني تنظيف هذا الملف، لأن إشاعة التجاوز على سلطة القانون ستؤدي بالآخرين إلى التجاوز أيضا. وبنفس الوقت أكو عوائل معدمة نهائيا، يعني هذا إذا تحترم القانون، لا إذا حتى ساكنين بالعشوائيات إذا تجي تطلع من بيتها يبقى يجوز بالشارع. نعم، فلذلك نحتاج إلى بدائل، الاستثمار في البديل، الاستثمار في تحليل هؤلاء، مصادر دخل لهم يمكن من خلالها أن يقومون باستئجار وحدات سكنية. مثلا مبادرة تطلق مثلا بتخفيض الضرائب على الشركات النظامية مقابل تحليل هؤلاء واستقطابهم وإيقاف الرعاية مقابل سماحات ضريبية لإعطائهم أجور معينة يستطيعون من خلالها استئجار وحدة سكنية ويقومون ب يعني استرداد كرامة هؤلاء، لأن جزء من الموضوع يعني أن جزء من المجتمع يشعر بالدونية تجاه الآخرين لأنه يسكن في تجمعات غير نظامية. فإحياء هذه المنطقة بأنه جزء من المجتمع، يد عون الحكومة والمجتمع إلى هؤلاء، حتى النازحين نزحوا ودورهم أيضا
هدمت، نحتاج إلى احتواء هؤلاء لأن الطاقة الإيجابية للمجتمع لا تعني إهمال جزء كبير من هذا المجتمع. جدد ترحيب بحضرتك أستاذ. بداية يوم الفقير متفائل بهذه الحكومة وعملها والتقدم الواضح، بالتالي شنو عملكم اليوم لحل هذه الأزمة اللي صار لها سنوات طويلة بدون حل، بالتالي تأثيرها على الفقير وتأثيرها على المدن أو الشوارع النظامية؟ المدن الجديدة اللي راح تنطلق ممكن أنه تكون حل لهذا الملف أو حل جزئي؟ تفضل. نعم، مساء الخير على حضرتك وتحية لضيفك الكريم دكتور صفوان وإلى كل المشاهدين الكرام. نعم بالفعل، يعني مسألة السكن هي واحدة من المشاكل المتجذرة واللي تشكل تحدي كبير أمام الحكومة الحالية. لابد من إيجاد بدائل للعشوائيات التي انتشرت وزادت بشكل كبير، يعني هي أكثر فترة زادت بها ما بين عام 2012 إلى عام 2016، يعني بموجب تقارير الأمم المتحدة يعني زادت بمقدار 138%. يعني هناك 5000 منطقة تحتوي على 500,000 وحدة سكنية يقطنها ما لا يقل عن 3.5 مليون فرد، يعني وهذا يشكل 9% من سكان البلد، وهذه يعني رقم كبير حقيقة. بالتأكيد يعني بحث المواطن عن سكن، بحث عن الخدمات أيضا أدى إلى نزوحها إلى مراكز المدن ونمت هذه العشوائيات وزادت. الإجراءات اللي تم اتخاذها من خلال يعني بناء وحدات سكنية ما واكبت هذه الزيادة، خاصة وإحنا نشهد يعني زيادة كبيرة بعدد السكان بمقدار 1 مليون أو أكثر من 1 مليون شخص سنويا. لذلك الحل الوحيد والحل الجذري لهذه المسألة هو إنشاء المدن، وهذه المدن اللي هي راح تكون أيضا خارج مراكز المدن الرئيسية والمحافظات، وهذه المدن توفر آلاف الوحدات السكنية. وبالتأكيد هو هذا المشروع يعني من انطلق وعلنت الحكومة ومن برنامجها الحكومي استهدف بالطبقة الأساسية، هم الفئات الهشة والفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، من خلال صيغ الشراكة اللي يعني تم إبرامها لأول مرة تحدث في البلد، إنه هناك نسبة من هذه المجمعات السكنية يعني تتراوح ما بين 10 إلى 25% كل مجمع حسب موقع أو حسب عدد الوحدات السكنية اللي موجودة به. هذه راح تعطى إلى الدولة، تقوم الدولة بتوزيعها إلى هذه الفئات المستحقة، لأن الحكومة حقيقة هي ملزمة بتوفير سكن. هذه راح تكفي، تكون كافية لهذه الأعداد الموجودة في التجاوزات؟ شوف، هي حقيقة احنا مشروع المدن قلنا شرعنا به ويجب أن يستمر يعني على مدى 5 والـ10 سنوات القادمة، لأن الفجوة اللي تركناها بالماضي ما سدت العدد الزيادة اللي حصلت، سواء بالأزمة السكن يعني حتى المواطن العادي قد يكون أو الموظف يعني أصبح من الصعب جدا عليه أن يقتني لوحدة سكنية. أي طبعاً إذا أقساط بيت اليوم بغداد ب400 ب500 مليون، لا موظف يقدر يشتري ولا كاسب. مسألة هذه أيضا تخضع إلى يعني عوامل عدة حقيقة، يعني قلنا الحاجة الكبيرة للسكن مقابل عدم توفير وحدات سكنية هي مسألة عرض وطلب بكل تأكيد. أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة استغلوا أيضا هذا الموضوع في غسيل الأموال، إنه يشتري وحدات سكنية هو مو بحاجة إلها. لذلك هذه النقاط وهذه تم أخذها بنظر الاعتبار في موضوع المدن السكنية الجديدة واللي احنا شرعنا بها يعني مؤخرا، ويجب أن نستمر بهذا الملف حقيقة. احنا وضعنا استراتيجية من خلال دائرة الإسكان تمتد من 2024 لغاية 2030، يعني هذه إذا ما استمرينا عليها طبعا بضمنها المدن السكنية الجديدة، إن شاء الله نحن نستطيع أن نقلل من هذه الفجوة 50% على الأقل. اليوم المواطن يسأل يقول لك فتحتوا مجمعات وهم السعر الشقة 200 مليون 250 300 مليون مثل ما موجود. لا شوف، لا هو احنا قلنا المشروع هذا المدن هو مستهدف بالطبقة الأساسية الفئات المجتمعية المستحقة، يعني أسوة بما يقوم به المجلس الوطني للإسكان. احنا عندنا كوزارة إعمار موجودة المجمعات السكنية، وهذه تعطى إلى فئات مجتمعية مستحقة وفق نسب، يعني ذوي الرعاية الاجتماعية، الشهداء، الأرامل، المهجرين وغيرهم. الفريق اللي شكل برئاسة وزارة الإعمار والإسكان برئاسة معالي السيد الوزير أيضا هو يعني من سيقوم بوضع هذه الآلية إن شاء الله، يعني بعد أن يتم أخذ النسبة اللي مقررة للحكومة أو للدولة من هذه المجمعات السكنية ويتم توزيعها. هناك رؤية أيضا بأنه الدولة تتحمل 50% من قيمة الوحدة السكنية مقابل 50% يتحملها المواطن بقرض على مدى سنوات طويلة.
أيضا الأسعار يعني راح تكون محددة، وهناك بند تعاقدي بعدم المضاربة بالأسعار. أيضا لن يسمح لأكثر من للشخص أن يشتري أكثر من وحدة سكنية، تعرف يعني صار قلنا إحنا باب من أبواب التجارة باعتبار إنه سوق يخضع إلى عرض وطلب. لذلك إحنا رؤيتنا كوزارة إعمار وإسكان إنه أنت ضخ أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية اللي موجودة في السوق، لأن تدريجيا راح تنزل. يعني حتى مسألة القروض اللي يمنحها صندوق الإسكان هي تمنح لبناء وحدات سكنية، تختلف عن باقي القروض اللي تعطيها باقي المصارف، لأن قد تكون يعطيك لشراء وحدة سكنية قائمة بحد ذاتها. لكن إحنا رؤيتنا إنه ننطي قرض، نريد نزيد الرصيد السكاني اللي موجود. جيد. فمستمرين على هالموضوع، يعني من خلال المدن السكنية قلت لك يعتبر هو الحل الوحيد لمعالجة أزمة السكن اللي جيد. موجودة وأزمة المعصول. دكتور شلون نشوف هذه الخطوات تتناسب مع حجم ما موجود بساكني هذه العشوائيات والتوسع الكبير؟ زين، البعض يتساءل يقول إذا الحكومة توجهت لي مثلا توزيع قطع الأراضي للموظفين لأصحاب الدخل المحدود، بالتالي هذه ممكن تساهم بحل أزمة. اليوم أنا مشكلتي قطعة أرض، إذا حصل لي قطعة أرض تجيني من الدولة ببلاش راح أقدر بطريقة أو بثانية أروح أبنيها وأطلع. طبعا هو الحال يفترض أن يساهم به الجميع. يعني هناك وزارات تمتلك صناديق مثلا، هذه الصناديق لديها أموال، باستطاعة هذه الصناديق أن تحرك ملف الاستثمار، يعني أن تقوم مثلا النقابات أو الوزارات الاتحادية التي تمتلك صناديق للتمويل الذاتي بإنشاء تجمعات سكنية لمنتسبيها، وترسمل هذا قيمة هذا العقار على المنتسب لضمان حياة الأسرة مدار حاجة الموظف إلى الوظيفة. لاحظت أن إكمال بناء الفاو وربطه بالاتحاد الأوروبي يمكن أن يساهم بحل كبير في هذا الجانب، خاصة أن المدن الصناعية والمدن التجارية والسياحية والزراعية ستساهم بخلق تجمعات سكانية جديدة، بمعنى أننا نعيد توزيع السكان داخل خريطة العراق بشكل منتظم. يعني ثلث مساحة العراق هي غير مسكونة، لو استطعنا إجبار المستثمرين في هذه المدن الصناعية وغيرها من المدن تحت عناوين مختلفة القيام بإنشاء تجمعات سكانية للعمال، هؤلاء أغلب هذه الطبقة التي تسكن العشوائيات هي طبقة عاملة لا تمتلك مهارات تخصصية لكن تمتلك قوة الشباب وقوة العمل، فعمليا ممازجة الاستثمار بحل مشاكل العراق الداخلية، مشكلة المياه مع الجانب التركي مقابل السماح لهم بنقل البضائع التركية، مشكلة الطاقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي مقابل قيامهم باستثمار هذا الغاز والنفط بإنشاء تجمعات سكانية للعراقيين الذين يمكن أن يخففوا من وطأة المشاكل في كل المدن. أيضا الاستثمار في إيجاد يعني مصدر دخل لهؤلاء، المشكلة هي ليست في السكن بتقديري، المشكلة الأبرز هي في الدخل، عندما نوفر دخل إلى العراقيين بطريقة يستطيع من خلالها أن يكون نفسه لا بأس أن يعمل في دخل عالي مقابل أن يسدد أقساط الوحدات السكنية. تجربة إقليم كردستان أعتقد أنها مفيدة لبقية أنحاء العراق، هناك من يعني يمتلك القدرة المالية، وأفضل استثمار مضمون في العراق هو بالتأكيد الوحدات السكنية، هذه المدن التي تقوم الآن الحكومة بإنشائها يعني 600,000 وحدة سكنية هي ليست بالرقم القليل، ستساهم في حل الأزمة. الوحدات السكنية مو الحل الأمثل، هذا ما راح يشكل زخم سكاني داخل العاصمة واختناق، بالتالي أكو أراضي مثلا أطراف العاصمة بغداد وهي فارغة ما مشغولة. يعني لاحظت مثلا قضاء أبو غريب مثلا، يعني أنت الآن عندما تزور قضاء أبو غريب، هو ليس الدعاية لقضاء أبو غريب، لكن هناك يعني كتلة بشرية تستطيع الآن الذهاب إلى هذا القضاء، القضاء مهتمة به الحكومة، يعني الحكومة مهتمة بأطراف العاصمة، إنشاء خدمات على مستوى المياه الصالحة للشرب، المجاري، الطرق، الأراضي بتكاليف مخفضة، يمكن للعراقيين أن يكونون بأطراف المدن. إذا أكملنا الطريق الدائري سيكون إمكانية لهؤلاء الانتقال إلى مراكز عملهم بيسر. ما يعني ما سبب الأزمة الحالية
أن أغلب الذين جاءوا إلى العاصمة بغداد وهم نصف سكان العاصمة بغداد، يعني أكثر من 5 مليون عراقي الآن في بغداد هم ليسوا من سكنة بغداد بسبب عدم وجود العمل في محافظاتهم. الاستثمار بالقرى والأرياف بمذهب الخدمات وأيضا بالمخصصات يمكن لهؤلاء أن يعودوا إلى مناطق سكنهم الأصلية، الإحياء الأراضي الزراعية، صيد الأسماك، الأهوار، حتى المحافظات التي تعرضت إلى داعش وهجرتهم إلى العاصمة بسبب هذه الأزمة. أعتقد بأن وجود مثل هذه الحلول الاستراتيجية ستساهم بحل هذه الأزمة. جيد. أستاذ نبيل، موضوع القروض اللي تنطوك وزارة لبناء القطع الأراضي بالنسبة للمواطن، هذا شنو تلك توقف له؟ لا يزال مستمر؟ لا. صعب الحصول عليه لو سهل؟ بالتالي تعرف هذا هم يحل أزمة كبيرة اليوم اللي يقدر اللي عنده قطعة أرض ويريد يبني، هذا الدولة توفر له قرض هك تعال روح ابنيها، متحلين أزمة كبيرة. نعم بكل تأكيد، يعني هو صندوق الإسكان من خلال القروض اللي يمنحها للمواطنين يعني هو واحد من الحلول. نعم. ولو تكون يعني الحلول الجزئية البسيطة لحل أزمة السكن اللي موجودة. احنا في عام 2023 نطينا أكثر من 20,000 قرض، يعني معناته أنت ساعدت ببناء 20,000 وحدة سكنية خلال عام 2023 وهذا ماضين عليه. صندوق الإسكان الزخم اللي يكون عليه يعني حال ما نفتح رابط التقديم بكل تأكيد هو نتيجة أنه الصندوق يمنح هذه القروض بدون فوائد، يعني يختلف عن باقي المصارف الأخرى. لذلك يعني تحديد المبالغ اللي تسترجع من المواطنين اللي مستلمين قروض سابقا حال ما تكون هناك سيولة لدى الصندوق بكل تأكيد يفتح الرابط، واحنا فتحناه يعني قبل فترة ولا زال يعني في يعني العدد اللي تقدمه تقريبا يعني احنا حاليا 13,000 معاملة أكملناها ولا زال 4,000. ما تم تخصيص مبالغ في هذه المبالغ مخصصة ل 17,000 حقيقة، يعني تقريبا 900 مليار زي اللي مخصصيها. لكن أيضا يعني البنك المركزي مؤخرا يعني هناك بعض السدادات اللي مستحقة على صندوق الإسكان من خلال قرض المبادرة اللي كان البنك يعطيها. نعم. أيضا أجل السداد لمدة 5 سنوات، بكل تأكيد هذا راح يعطينا أريحية أنه تكون هناك سيولة نقدية يعني خلال هذه الخمس سنوات، انه ولو انه يعني رغم انه المبلغ حقيقه هو غير كافي، لان يعني مثل ما تعرف يعني عدد الطلبات اللي تجينا هي اعداد كبيره جدا، وحتى المبلغ يعني بسقف الاعلى المبالغ 60 مليون يعني هو بمثابه مساعده للمواطنين، انه بالتالي اذا المواطنين ينتظروا بالتالي راح تنفتح ممكن حتى نطمن في حال انه نكمل ما تقدمه خلال الفتره الماضيه. طبعا قلت لك احنا لازلنا يعني 13,000 ولا زال هناك 4,000 قيد التدقيق، وان شاء الله اذا صارت سيولة بكل تأكيد يعني تنفتح، وهو التقديم الإلكتروني حصرا يعني إن شاء الله. المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان المهندس نبيل الصفار، أشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا. والخبير الاقتصادي دكتور صفوان قصي، شكرا جزيلا. شكرا لكم. إذن مشاهدينا، ختام الحصاد بموجز الأخبار. محافظ بغداد يعلن عن حزمة مشاريع في قطاعات مختلفة ضمن موازنة العام الحالي 2024. وزارة التجارة تعلن إطلاق الحصة الخامسة من مادة الطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية للعام الحالي. مديرية شؤون المخدرات تعلن تفكيك شبكة بحوزتها أكثر من 2 مليون حبة مخدرة في عملية نوعية بأربع محافظات. النزاهة تعلن الإيقاع بسبعة متهمين بسرقة المال العام ورصد مخالفات في هيئتي الاستثمار والتقاعد الوطنية في كربلاء. مصرف التنمية الدولي وقع شراكة مع حكومة كردستان لتطبيق مشروع حسابي الذي يهدف لتوطين رواتب الموظفين. حصاد الليل انتهى، شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء.